طب رضوى قولي لي، يعني احنا مع النادي الاهلي عندنا السنه دي في ماتشات، يعني عندنا السوبر المرتبط ان شاء الله، والسوبر احتمال كبير قوي يبقى في افريقيا. لعبت افريقيا اللي فاتت؟ لعبت افريقيا اول سنه، لعبتيها اللي احنا خدنا فيها ثالث. لعبتيها وحابه تلعبيها تاني؟ جدا، ونفسي اكسبها عشان هتبقى مع النادي الاهلي او هتبقى مع ناديه، فدي بتخلينا في حته تانية. وتطلع منها اصلا بتبقى لا هو انا كده ان شاء الله كل حاجه بقى في السيزون بتاعتنا، فبتبقى حلو قوي. لا وبالذات مع النادي، حتى يعني المنتخب كده كده عشان مصر وكده وكل حاجه، بس مع النادي مختلفه تماما تماما. خلي بالك رضوى، بص بقى لها 4 سنين غيرناها. لسه بسالها والله، شوفي انت لسه بتقولي دلوقتي. لا لسه بسالك، بقول لك انت ما شاء الله يبان عليك ان انت متربيه في النادي الاهلي. لسه بص ده على طول اول سنه، هي من كتر كمان ما عارفه قد ايه افريقيا مع الاهلي مختلفه. هي ايه ده انتوا، انا كمان عايزه اكسب. ايوه عايزه، خديني معاك عشان فرقتي والشرق عشان كله. لا وبس كمان لما رحت اول سنه، لا هم ما سابونيش بصراحه، يعني ما سابونيش خالص. طب مين الروم ميت بتاعتك؟ يعني كل سنه بتختلف عشان لو حد مشي. آخر سنة. حبيبه حاتم. حبيبه حاتم، يمكن انتوا قريبين شويه مع بعض السن ولا صح؟ مش كده؟ عشان كده بس انت حبيت الموضوع وحابه جدا جدا، ونفسي اللي هو اصلا لا الدوري لازم يرجع، هو مش اوبشن، لازم ان هو خدناه. اكتر ماتش السنه اللي فاتت انت كنت، شوف بقى هي مستنيه السؤال. اقول الماتش اتفضلي يا فندم. ماتش الكاس عشان رضوى هي اللي كسبت، كان اون فاير. طبعا كلنا كان لينا دور، بس بجد في الكريتيكال رضوى كانت حلوه. اطلعي مع جنه بعد كده في التلفزيون. انا كده مش هطلع غير مع جنه، والله مش هطلع غير مع جنه. والله بقول الحقيقه بجد، كورتين كريتيكال من غيرهم كان. ايه رايك بقى؟ الصراحه الماتش ده بالنسبه لي، لا انا اصلا انا ما اعرفش، انا نزلت ما كانش في حاجه في دماغي خالص. نزلت كنا خسرانين، نزلت بقى انا نازله دافع، نزلت دفعت، ما حدش هيخش، انا لازم نكسب الماتش ده. هو كان ماتش على الجاردات ولا على البوينت جارد؟ انت في العادي كنا ساعتها واقفين زون، يعني قلبنا زون، فمش اي حد. كان الاثنين كانت المحترفه وكانت اسرار، متهيألي ما حدش هيخش. هو خلاص انا الماتش ده لازم اكسبه، بس يلا يا جماعه خلاص الماتش ده على رقبتنا. هو كان ماتش واحد، ما فيش يعني ما لهوش، يعني مش زي الفاينل. فاينل 5 فلا ما بس. فنزلت يلا يا رضوى، مش في دماغي بقى اي حاجه، وكنت اللي هو انا قاعده بشجع من بره، وكنت نازله في الثالث. يلا دفعت باسكت في الثاني، في 3 بوينت، في فاست بريك. يلا يا جماعه احنا عملنا كومباك، خلصنا فاضل 4 دقائق. كابتن غيرني، ثريا انزلي محدش يشوف. نزلنا، لا وثريا كمان في الاول قالت يعني كوتش كان هينزلها قبليها، كابتن لا سيبها، رضوى سيبها ما تطلعهاش. لا قالت له سيبها بس الدقيقه دي، كابتن سيبها فعلا الدقيقه دي، حاطط الباسكت. كان هيغيرها كذا مره. قالت له كابتن هي ماشيه خلاص، سيبها، هي بتدافع وهي بتجيب سيبها. بس فلحد لعبت بقى لحد الرابع، يعني لعبت من الرابع كله، كان فاضل خلاص 3 دقائق او حاجه. ف خلاص كنت ابتديت بقى اخد نفسي، كابتن طلع يلا ثريا. ثريا 4 دقايق موتي نفسك، مش هنخسر الجيم. لا كان ماتش حلو قوي، بس فلا انا زي ده صراحه ماتش